سهلة مفاجأة. مساء الخير، مرحبا بك. تحية للمستمعين وللكابتن خالد حسني الحسام. مرحبا اللي موجودين معاك. ونادر داود. نادر داود. وسي نادر داود. تحية. في يا سمير، قبل ما نبدأ فك الأسئلة متاعنا، أنا باش نقترح عليك اقتراح في المباشر. عمل لنا نهاير إيميسيون وحش الشاشة مع خالد حسني. وجيبني موسوعة. جيبني أنا كرونيكور تشوف قديش باش نخرج منه دوسيات يا سمير. مرجع كبير في خالد حسني، وموسوعة كبيرة. يشرفني برشا إن شاء الله، علاش لا. وأنا زاد يشرفني برشا يا خويا سمير. جي نهار تاخذ بلاصت أيمن الزروق وتعمل لنا أنت التقديم الحصة الرياضية. أي يا سيدي، باهي هكا في البرنامج خالد حسني نهار في القناة. عاشر من عرف قدره. أنت مش اختصاصك رياضة، لكن الحصة نتاع البارحة كانت اشتر رياضة، اشتر سياسة، وطبعا شوية نحكيو على المحتوى. لكن قبل خلينا نبداو لك سمير بردود الافعال في الفيسبوك. تقريبا 24 ساعة وانت كونكتي على الفيسبوك وقاعد تشوف في الاستاتيو ردود الافعال. الخروج، اول حاجة باش نديك فيها هو خروج الاشاعة انه صارت سانسرا. ديجا الاشاعات من قبل ما تبدا ليميسيون، والخروج هذا مش من عند نابورت كي، معناتها اشرف العوادي هو اللي قال ثم سانسرا صارت، ثم تعليقات، ثم تدوينات نتاع المحامي نزار عياد وقت اللي قاعدة تصير الحصة، معناتها قاعدة تصير الديفوزيون. فوالا، انت في كل مره تخرج وتهبط الستاتيو وتوضح الحلقه نتاع البين. عملت برشا حس، واخيرا فيصل تبيني، حتى فيصل تبيني اليوم هبط تدوين. هذوما ردود الافعال في الفيسبوك. نجموا نرجعوا عليهم، اما الفكاهيين والمهرجين ما نرجعوش عليهم. شوف، نرجعوا على سي اشرف العوادي، نرجعوا على اللي يتكلموا، على سي نزار عياد، ناس عقلاء نجموا نرجعوا عليهم. ميساج، اما اختنا من المهرجين ماهيش حصه كوميديه. بالنسبة لسي أشرف العوادي، صحيح قال فما سانسرا، وقريت وأنا استجي، ولكن ظهر بالكشف للناس كل ما فماش سانسرا. اللي حكى عليه تعدى، المقطع اللي قال عليه تعدى بوضوح وكامل ومريقل. معناتها الشبهات هذه نتعرضوا لها ديما، ما عادش معناتها نهتموا بها، لأنه أنا أولا شهادة للتاريخ، معناها القناة ما ضغطتش عليها سينور، أنا ما عملتش الميسيون من الأول. كانت عندي الضمانات الكل باش تكون حلقة حرة وكاملة ونطرح أسئلتي اللي نحب عليها، ما كانش فما حتى نوع من أنواع الضغط، وهذه كلمة حق من القناة. بالعكس، الضغوطات اللي تعرضت لها من خارج القناة، والله كان واحد يحكي بالأسامي ويحكي بالتفاصيل، تو نصدم الجمهور التونسي. ما الذي يمنعك سمير لوي في الضغوطات من خارج القناة؟ تعرض ضغوطات كبيرة ياسر من خارج القناة، حتى من سياسيين ومن حزبيين ومن مسؤولين، لأن وديع الجريء ماهوش شخصية رياضية فقط، متداخل مع السياسة وعنده عروق في السياسة وعنده علاقات وكذا. لأنه فما ثلاثة أنواع، فما اللي يحبوه بين ظفرين تعبير مجازي ويحبوه يتذبح في الحلقة إعلامية، وفما اللي يحبوه يخرج بطل، وفما اللي يحبوه ما يجيش بالكل. ثلاثة معناتها تصور، ومعناتها ثلاثة أنواع من الضغوطات، وما ثم حتى ضغط من القناة. وها باش نعطيك حاجة أخرى، معناتها كنا من الأول، من أول زوج عباد مقترحين لمواجهة وديع الجريء هما أشرف العوادي وياسين العياري. أنا مشيت لوديع الجريء بال 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 بالأسامي هذوما. وديع، في وديع هو اللي رفض، عنده الحجج نتاعه، وأنا أقنعتني، قال أنا ما نواجهش ناس عندي معهم مشكلة في القضاء، يا إما شاكي بهم ولا شاكين بي. دونك تولي الحكاية كأنها مكافحة، والمكافحة مجالها القضاء مش تلبس. أنا ما نقشوش. هو في المقابل كمان رجع هو على ياسين العياري في علاقة باللي دو فيتير اللي تعديوا، معناتها حتى المواقف نتاع ياسين العياري حتى كما قالوا لهمش مباشر، تعديوا البارح في الفيتير وكان علق عليهم وديع الجريء. الحاجة الأخرى، لا، ما مش كيما المواجهة المباشرة، مش كيما في الفيتير هو يجاوب على راحته وما يواجهش وما فماش هاك المحاجة. الحاجة الثانية، سي نزار عياد اللي هبط تعليق، هو ماهوش ستاتيو، تعليق في صفحه نتاع صديق وتسربت. طبعا الناس تترصد وتلقت في الحكايات هذوما. قال انتم زدتوا نص ساعه تصوير، والحكايه نتاع ولد وليد في نزار عياد واعتذر لي، وتنجم تتصل به وتحكي معاه. في نزار اتصل بيا واعتذر لي لانه ما كانش فاهم، لانه نحن شوف هذه ماهيش حاجه مخبيه، راه كتبتها انا في ستاتيو في نفس التاريخ نتاع التسجيل، تنجم ترجع له، وعاودت نشرته البارح. قلت وقت لي انا نسجل، كتبت ستاتيو في اللونتراكت، قلت راني انا
احنا راو داهمنا الوقت نتاع رونديفو ناس اللي هو حصة مباشرة واحنا مازلنا ما كملناش وحش الشاشة، مشينا ارتحنا ورجعنا كملنا التسجيل مع وديع الجري، لأنه الحصة وقتها وقت اللي جات رونديفو ناس ما كانتش كاملة، مازلنا ما كملناش. وهذا يصير في الحصص المسجلة، راو ماهوش ليه جريمة ولا خبيناها وليه هو معناتها حاجة مخبينها معناها، واستاتي مكتوب وقتها في الوقت ذاك جاب ربي أنا كده. أنت عاود بارتاجيته وقتها. وعاود بارتاجيته. يعني شوف النوع ذي بتاع التلقيت وكذا والترصد ويلوجوا على حكاية فماش شبهة فماش كذا كلام فارغ، قيم الحوار قدامك حوار، اسكو فما سؤال أنا ما سألتوش، اسكو فما ملف ما دخلتلوش، اسكو فما نقطة ما مشيت لهاش، ولو أني أنا مانيش اختصاصي في الرياضة وفما ناس أكبر مني تعرف أكثر مني في الرياضة وعندها كفاءة أكثر مني وتمنيت يكونوا معايا رياضيين. وذاك علاش انت تو ربط لي باش ندخل معاك بشوية في المحتوى سمير. هو فقط ملاحظة صغيرة، هو راه ديما وقت اللي حتى نحن صحفيين رياضيين وقت اللي نصدعا وديع الجيري ديما نشوف في مخنا قبل ما يصير الانترفيو ايش باش يقولوا علينا من بعد، باش يقولوا هاو بيضوا هاو كذا، تبدا تخمم في الردود الافعال نتاع الشارع من بعد اكثر من الانترفيو في حد ذاته. نصور هذا زاد انت عشت وهذا تاكده لي انت تو وقت اللي بالكلام تاعك. ندخل في المحتوى الرياضي وحصه سياسي فوالا ندخل في اللي تقرا له حسابه انت انا ما نقرالوش حساب، لانه انا مانيش مطالب باش نكون ندخل في الامور التقنيه والرياضه ومانيش مطالب باش نكون عندي معناها فكره كبيره على الرياضه لانه مش اختصاصي ونعترف بهذا واعترفت به، ولكن حاولت نحضر حصتي ان شاء الله نكون وفقت، حاولت نحضر حصتي كما ينبغي. البارح شفنا برشا باش حضرتها وتو نحكي لك على رفضوا معناها باش يجيو اللي هما نورمالمون معناها انا استغربت الرفض نتاعك. باهي تو نرجعوا له ذي من بعد. خلينا فقط انا سؤالي ليك، البارح شفنا وديع الجيري لاول مره في برنامج ماهوش رياضي ماهوش في التيرا نتاعو، عباره يلعب على الاكستيريور وديع الجيري. سؤالي ليك مباشر حول الكاستينج نتاع الضيوف نزار عياد ولطفي العميري، انت كسمير الوافي الى اي مدى انت راضي على الخيار نتاع لطفي العميري وعلى الاداء نتاعهم بعد ما تفرجت البارح في الحلقه نتاع البارح؟ مانيش انا نقيمهم خويا، انا لطفي العميري اكبر مني تجربه سن وأكبر مني قدر، ما نجمش نقيمه أنا ومستحيل نقيمه. أنا نحترم الناس ونحترم المقامات، ناس أكثر مني تجربة ما نقيمهمش، هو عبارة على أستاذي لطفي العميري، ما نجمش نقيمه، نحترم تقييم الناس لي. ما عندي حتى مشكل بمعنى في علاقة بالحجج اللي استعملهم بالديوال اللي صار هو دي ما نسمحش روحي باش نقيمه، ربما هو خير مني لأنه إنسان بتجربته كذا، ما نجمش نقيمه، ربما نقيمه بين أصدقاء ولا بيني وبينه ولا كذا، أما ما نخرج في إذاعة باش نقيمه حتى أخلاقيا ما تجيش لأنه زميلي. بالنسبة لسي نزار عياد اختار زاوية معينة كيف كيف الناس هي اللي تقيمه كما تقيمني أنا. أنا تمنيت ونقول معناتها وعملت مجهودي باش يكون معايا إنسان مختص في الرياضة. وعليش ما صارش هذا يا سمير؟ واتصلت بالمختصين في الرياضة اللي نعتبرهم أنا أكثر ناس أشرس ناس نقدوا وديع الجيري، ولكن للأسف الناس هذوما رفضوا المواجهة، ينقدوا في غيابه والمواجهة رفضوها، ما نعرفش علاش كل واحد فماش عنده فماش تكون عنده اعذار موضوعيه ومقنعه وفما اللي ما عندوش اعذار مقنعه. باهي واضح جدا فماش تفاعلات ولا خاف نوعا ما من مواجهه وديع الجيري، فما حتى شكون قال لي. هو انت البارح في المقدمه نتاع الحصه ديجا عطيت اسامي، قلت ثم فتحي المولدي فما مراد صغيدي، ذول هذوما رفضوا انت اتصلت بهم وما رفضوا؟ في فتحي المولدي اتصلت به قال لي خليني نخمم شويه، رجع قال لي اعفيني بلا بعث لي ميساج قال لي اعفيني خويا وما نحبش وكذا، احترمت رغبته رغم الحاحي شديد لحيت عليه لين احرجته. في مراد صغيدي زاد كيف كيف تردد برشا ومن بعد قال لي اعفيني ما نجمش في عبد الباقي بن مسعود عنده اعذار عائليه واضحه ما 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 جاش. فما اسامي اخرين بالطبيعه مش كان هذوما، فما حتى شكون قال لي معناها من ناس اخرين قال لي ما نحبش ما نجمش نسميه تجنب الاحراج خاص ما نحبش نواجه وديع الجيري وقوي وكذا وماذا بيا ما نواجهوش. في مراد الزغيدي ما قاليش شنو هو العذر نتاعو، قال يتجنب البوليميك هذا يزيه، وفي فتحي كيف كيف اعتبر بلطف.
سؤالي أنا تمنيت واحد منهم هذوما ثلاثة خاصة صراحة تمنيت واحد منهم يكون معايا في البلاتو. استدعينا ناس أخرين من خارج الرياضة، سي مصطفى عطية، سي أبار اللي رفضهم في وديع اللي هما بريسك 10 أسماء. باهي خلينا نشوفها ماشي تفاعلات سينو كان باخر سؤال كابتن نادر أيه. عندك ما تسال نادر باهي نادر عاك نادر دي لا انا قبل كل شيء بونك هو اكيد سمير من لانه الزملاء سيتو لطفي العماري يعني اصبح قار يعني حتى اذا كان ثم اي ملاحظات اكيد في احنا نخدموا في الاعلام توا سنوات دونك نعرفوا لي بلاتو كيفاش تصير ثم بعد بريفينغ ثم جلسه ثم كذا ما فيش حتى كلام منطقي انه مع شكون سينيت لا لا يعني اذا كان نقصد اذا كان ثم ملاحظات داخليه على رضا او عدم رضا ومحاولات طبعا بعد هذه هم يعني عادي عادي انك انت تو بيان سور انك ما تتقيمش في الراديو سي نادر ما حرجه شويه بيان سور بيان سور معاك هذا لانه حتى في نجم يلاحظ لي انا زاد عادي 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 هذا عادي لكن هذه سمير من بين الملاحظات نعرف في الراديو لكن ما بين الملاحظات اي فوالا شنو عندك ما تعلق يعني انا بالنسبه لي انا سمير كان اشرس بكثير من الـ من اللي من لطفي العماري اللي كانوا معاه يعني الفتره نتاع ساعه وربع الاولانيه اللي كانت مع سمير حسيت انه ثم اسئله محرجه تقريبا الاسئله الكل تسالت اللي قاعده تدور حاليا موجوده من بعد سمعت اعادات هذا حسب المتواضعة نجم يكون غلط بعد سمعت إعادات في بعض المواضيع حتى سي لطفي يعني مع كل الاحترام والتقدير عاود كلام هو نفسه اللي عنده وحتى سمير كل مرة يعاود يقول حكينا عليه وجبدنا عليه يعني كلام قديم عنده حتى 3 سنوات وتقال لكن سمير هو يعرف ولكن عنده عذره سي نادر سمحني سي لطفي للأسف سي لطفي خلط مخر ما تفرجش في الجزء الأولاني هذاك اللي خليه يوقعوا في التكرار ما سيبالوش هو يكرر لان سي لطفي خلط مخر عنده راديو تعرف فين يخدم في راديو اخر دونك وحنا بدينا نسجلوا قبل راهو طولنا في التسجيل وقصينا وعاودنا سجلنا وفهمتني هو خلط مخر يدخل ما شافش الجزء اللي انا ساعه ونص اكثر من ساعه ونص راهو انا قعدت معاه وجه لوجه دونك ما شافش اللي حكيناه من الاول هذيك المشكلة اللي وقع فيها لطفي بار كونتر سي نزار تفرج هذه صحيح هذه ملاحظة في مكان هذه تفسر تفسر من بعد اللي شفناه بعد دخول ليكرونيكو خاطر حسيت انه المستوى نتاع الحصة ان نزل شويه على الفتره الاولانيه هو ليس الريتم طاح وحتى ثم صار تشنج وغيره يسمح لي سمير نعمل له ملاحظه اللي هو تمنيت زاده انه الاشخاص اللي اتصلت بهم ورفضوا المجالس بالامانات انك تقول ثم ناس وما تذكرهمش احتراما لهم ولسريه المكالمات اللي بينك وبينهم. ما هو كي يبدا يصير الضغط مش نبرر انا بتاثر هوني كي يصير الضغط منه ومنه ولا انا في فم مدفع سي نادر ما جبتش فلان وما جبتش فلان وما استدعيتلوش فلان احنا هذه نوعيه الانتقادات انا حكيت على رفضهم بكل احترام وفي بالهم اللي انا باش نحكي اما ثم ناس اخرين ما ذكرتهمش لانه الاسباب ذكرت الاسباب ماهيش اسباب معناها مقنعة دونك ما نحبش نحرجهم ولكن سي مراد وسي فتحي وسي عبد الباقي عادي انه كل واحد وظروف ويقول لك ما نجيش ولا ما نحبش نواجه ولا كل واحد وظروف وجبدتهم بكل احترام ولكن يا سي نادر راهو هاك تشوف في نوعيه الانتقادات راهي معناتها ما الناس تترصد في كل غلطه وكل حاجه وربما عندهم الحق يشكوا لانه ثم مشكله تاع ثقه مع الاعلام التونسي ثم ازمه ثقه عندهم حق انا نعذر الناس ولكن انا نحاول باي طريقه باش نظهر اللي انا راني خدمت على روحي وباش نعطيكم سر اخر انا الى غايه نص الليل ونص وسي وديع يعرف الشيء هذا نص الليل ونص ليله التسجيل انا بريسك جي انيلي لو بلاتو جي انيلي على خاطر الزمانات نتاع الحوار اللي تحب عليه انا ما كانتش متوفره الا حتى سي لطفي كان متردد باش يجي راه وجا على خاطري شوف وديع الجريء بكل صراحه ثم ناس يا اخي تتجنب باش تواجهوا انا اكتشفت هذا انا اول حلقه في حياتي يصير فيها العدد هذايا نتاع الرافضين باش يواجهوا وديع الجريء ما نعرفش شنو هي الاسباب انا جديد على الحوارات الرياضيه هذه ما نعرفش شنو هي الدواخل والاسباب اما اكيد فما اسباب
فما ناس يا أخي من الوسط الرياضي لا أخوي وديع الجري بالذات لا ما نجيش، وهو تلقاه معناها في الراديو ولا في التلفزة ولا في الجريدة ولا في الفيسبوك ينقد فيه نقد شرس جدا. واضح جدا. عباد اللي عندهم أعذار معقولة، أعذار عائلية، أعذار ذاتية شخصية، اللي ما هم ثم شكون رفض دون ذكر الأسباب. فقط سمين نكملوا مع كابتن خالد حسني بسرعة. كابتن مش نحكي على كلوب أفريكا بسرعة. أنا ما زيدش على إيش قال نادر ولا قلت أنتم. أنا الجزء الأول كان ممتاز لان سمير قروحه دونسون لي ما خاطر هي الجزء الاول كان سياسي، هو تناول سمير كما قلت تفرعت وتشعبت ونسينا القضيه الام اللي هي شابه ومشينا في فروع كبيره كبيره ياسر ونعشوا ودويت كذا كل هاتي. معناها حاول سمير الوافي بالنسبه لي انا، وهذا معناها التقييم الذاتي نتاعي، حاول وانا نقولها بكل صراحه فهمتي، اول مره نتفرج في وحش الشاشه من الاول للاخر نقولها بصراحة. أي أنت تعرف يعني الإنسان أنا وفي لي للمبادئ نتاعي. تبقى سمير قام بجهد كبير. لماذا؟ لأن هذه القضية لها زوايا متشعبة جدا ومتعددة، وخاصة لها وزن سياسي، غنوشي، الشاهد، المجلس، سيو، الوزير كذا، هو حذر هذا الكل. أنا واحد من الناس وقول الساعة ونص الأولانية سمير خرج بامتياز من الساعة ونص اللولانية اللي منقولها وانا قلتها وانت قلتوها الكل المرة الثانية ولو تو أسبوعين على خونا عادل بوهلال، ولكن صارت أحداث أخرى جديدة تناولها. أي تفرز روحها في الأكتواليتي، فرزت روحها وفرزت روحها. أنا شو نقول؟ أخون أن الساعة ونص الأولاني سمير معناها تميز، وهذا شغله وذاك اللي عرفناه. تبقى بعديش نفس الشيء، نفس المؤخذات، نفس التهم، نفس، ولكن المشكل باقي. علاش يقول لك بتاتر ما نعرفش أنا، ما يكون عندهم أعذار هما، ولكن وديع الجري كما قلت لما يأتي بالحجج ويأتي بملفاته اللي هاتي الملفات وهاتي الحجج، ما عندش الطرف الثاني ما عندش عليه، لأن كما احنا في تونس توصلنا عليش هي التامة وطلع عليهم هم شو التامة والعامة اللي احنا في تونس توصلنا ذي، هي ثقافة السمع، ثقافة السمع في كل شيء يقولها وقالها وعملها وكذا. تبقى معناها مش نقول له توع انسان والسادة المستمعين يلزموا يعرفوا الضغط. انا عمري ما سمعته قال لك انسرت ماما الضغط اللي جاء سمير اتونسيون وحش الشاش اللي جاء الضغط هذا قال انسرت ماما، صور قيمة الضغط من كل الطوائف السياسية والاجتماعية وطاف طاف طاف عليه باش معناه يحتمل. وفي الاخر قال لك يا اخوي يحتمل ما نعمل وفي الاخر بكل زاد يا كابتن خالد حسني غاية ارضاء الناس غاية لا في الاخر بكل كل واحد باش يشوف الامور من الزاويه نتاعه. واضح كابتن اختم فما سياسه انا مش كمعايا راك ضدي ومعيز ولا طرد. واضح جدا. سمير خليل كلمه الختام بسرعه في 30 ثانيه. انا تو خليت برشا ثقه معناها من عند الاساتذه في الدومين. انا مازلت نعتقد اللي انا ما نفهمش فيه. يشرفني برشا راي الموسوعه سي خالد حسني اللي نعتبره مرجع في الميدان هذايا وما فيش نقاش في الاعلام الرياضي، ويشرفني راي سي نادر داود وميرسي بوكو على نزيدك راي اخر سمير مش باش يعجبك برشا. اخر ستاتيو نتاع عاشر في العوادي قال برنامج الليله راهو برنامج فكاهي لا اكثر. ميسالش نحترم رايه سي اشرف العوادي. مشكور جدا سمير الوافي. ستاتيو نتاعو فكاهي زاد يا سمير توا نتفاهموا في الحلقه نتاع خالد حسني وهكا كان سحق اي سكوب ولا معلومه ولا حاجه نتاع كواليس خالد حسني انا على ذمتك. والله عندي كلمه اخر كلمه يا كابتن ما عادش عندنا وقت. عاد كابتن شنو حق لطفي العماري ونحييه يلزمنا نحترموا المواقف مهما كانت. اي بالطبيعه نحترموا المواقف. عنده موقف سي لطفي